بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. لبيك ربي وان لم اكن بين الحجيج ملبيا، لبيك ربي وان لم اكن بين الصفوف مسليا، لبيك ربي وان لم اكن بين الزحام ملبيا، لبيك ربي وان لم اكن بين الحجيج مطالبا، لبيك ربي وان لم اكن بعرفات واقفه، لبيك ربي وان لم اكن بين الجموع طالبه، لبيك ربي وإن لم أكن بين عبادك داعيا، لبيك الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. كل سنة وحضراتكم طيبين، عيد سعيد عليكم. والنهاردة فقرتنا في أول يوم العيد، وهذا عيدنا. معانا فضيلة الشيخ محمد النجار من علماء الأزهر الشريف، دعونا نرحب به. أهلا وسهلا بحضرتك فضيلة الشيخ، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيبة. كل سنة وكل مشاهدينا وكل المصريين والأمة العربية والإسلامية بكل خير وصحة وسعادة، ربنا يعود عليكم الأيام بالخير واليمن والسعادة إن شاء الله. النهاردة موضوع حلقتنا، بما أننا في عيد الأضحى طبعا، هنتكلم عن ذبح الأضحية وإزاي بيتم ذبحها وشروطها وسننها. فمبدئيا عايزين نعرف قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل، وكيف جاء بذبح الأضحية، ويعني كان لنا عيدا بقى بعد سيدنا إبراهيم إن احنا لازم نضحي كل سنة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأزهران الأنوران الأعطران على سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سيدنا إبراهيم عليه السلام نشأ في قوم يعبدون الأصنام والأوثان، فأراد سيدنا إبراهيم أن يهديهم إلى عبادة الله الواحد الأحد، فاجتمعوا عليه ورموه في النار ونجاه ربه ومولاه. فهاجر إبراهيم عليه السلام من البلد دي، وترك الأهل والوطن والبلد والولد وكل شيء، وخرج يبحث عن أرض جديدة، يدعو ربه تبارك وتعالى ويقول: رب هب لي من الصالحين، يا رب ارزقني بولد يكون سند لي، يكون عون لي للعبادة وللطاعة، ويكون عون لي إن أنا أبدأ دعوة جديدة بأرض جديدة لعبادة الله الواحد الأحد. فاستجاب الله تبارك وتعالى له، ورزقه الله تبارك وتعالى بإسماعيل، ومن وراء إسماعيل إسحاق. نعم. رزقه إسماعيل من هاجر، ولكن بعد إسماعيل عن أبيه الذي طالما انتظره، فذهب إبراهيم بإسماعيل وهاجر إلى مكة، إلى واد غير ذي زرع. وعندما تركهم بلا زاد، بلا أكل، بلا شراب، اختبأ خلف الجبل وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. حينما ذهب سيدنا إبراهيم بزوجته هاجر وابنه إسماعيل، فكان هذا كان إبراهيم ملبيا لدعوة الله سبحانه وتعالى بأن نعم. يأخذهم لهذا المكان. نعم، فهو لذلك دعا وقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الآيات. فالله تبارك وتعالى استجاب لإبراهيم عليه السلام، وأصبحت مكة تدب فيها الأقدام، وكبر إسماعيل. فلما بلغ معه السعي أصبحت العلاقة بين إبراهيم وبين إسماعيل عليه السلام علاقة ارتباط قوية جدا. بلغ معه السعي يقول له: تعالى يا إسماعيل، روح يا إسماعيل، اقعد يا إسماعيل. خلاص بقى معتمد على ابنه. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يفض هذا الود وهذا القرب، لأن إبراهيم كان خليل الله، حبيب الله وصديقه. فربنا سبحانه وتعالى غار من حب. وهل يغار الله من بشر؟ نعم، عندما يكون الله تبارك وتعالى عندما يصل العبد بحب قلبه إلى أي بشر، لمنطقة الشغف، يحصل فراق مباشرة. ده مش مع سيدنا إبراهيم بس. طبعا حصلت مع سيدنا يوسف، وحصلت مع سيدنا محمد، وأقصد أنه هو عموما على كل البشر. نعم، يعني مثلا حصلت مع سيدنا آدم، حصلت مع الملائكة، حصلت مع سيدنا نوح حينما حب ابنه فقال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، وحدث ما حدث. وحدث مع سيدنا يوسف عليه السلام. هنا بقى بيجي سؤال لازم اقوله، هو انا كده ما احبش ابني لدرجه الشغف؟ يعني ما
ما الشغف انا ده مش فاهمه، هم هو الحب اصلا خاصه للابناء بيبقى فطره، مش بيبقى باراده يعني، بيبقى في غصب فرق عننا. بين الحب الفطري الجبلي للانسان مخلوق عليه اصلا، زي حب الاب للابن او الام للابن، بالظبط كده. وحب الابن للاب ده ما هو ده اللي مفطور كان فينا. سيدنا ابراهيم لا، وسيدنا اسماعيل. كان اقوى. تخيلي واحد منتظر ابنه سنوات وسنوات، طالما رجا الله تبارك وتعالى انجبه وترجى وهو عجوز. لحد ما بقى خلاص شيخ كبير، فربنا سبحانه وتعالى اعطاه ابنه. فلما بقى الابن ده خلاص بقى اصبح يتسند عليه، وسيدنا ابراهيم معتمد عليه في كل شيء، راى رؤيا، ورؤيا الانبياء وحي، رؤيا الانبياء وحي. شاف ايه في الرؤيا؟ راى انه يذبح ولده. فراح الاب يكلم الابن يعني بطريقه مهذبه، طريقه ودوده، قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، ايه رايك؟ لو بقى اب من ابهاتنا اليومين دول قال لابن من ابنائنا انا شفت في المنام، انت مجنون يا عم الحاج ولا ايه؟ ده احنا نوديك بقى المستشفى في العباسيه، مستشفى الامراض العقليه، وخلاص خلاص الموضوع. لا، ده رد عليه الابن برد مؤدب، وقال يا ابتي افعل ما تؤمر. ومش كده وبس، ستجدني ان شاء الله من الصابرين. خلاص بقى وصل احنا الامر قلنا هنا ابت التصغير لكلمه اب، ودي بتاتي من الرحمه من الرحمه والشفقه. والود، نعم. والود والحب، مالهوش يا ابي، ولكن قال يا ابتي، ولذلك قال يا بني، ما قالش يا ابني. تمام. فسيدنا ابراهيم عليه السلام وضع سيدنا اسماعيل على جبينه على وجهه، واراد ان يذبحه من ايه؟ من رقبته. فطبعا ربنا سبحانه وتعالى خلاص الامر اتنفذ، الاسلام والاستسلام لامر الله تبارك وتعالى والانقياد لامر الله تبارك وتعالى خلاص طبعا استجاب. هو ما استسلمش بمجرد الاسلام وخلاص، اكيد طبعا كان قلبه بينفطر، يعني هو بيعمل طبعا، كده. لكن هو امر الله تبارك وتعالى ولا بد ان ينفذه. لما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام حب مكه حب شديد جدا، واهله اهل مكه طردوا النبي عليه الصلاه والسلام، خرج على جبل الصفا وقال ايه؟ قال والله يا مكة إنك تعلمين أنك أحب الأوطان إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يبقى دلوقتي في حب، في ارتباط، ولكن غصب عني في أمر بيجيلي أهاجر خلاص. فقال سيدنا إسماعيل، أراد سيدنا إبراهيم أن يذبح سيدنا إسماعيل، فالسكينة ما بتتباعش، وده مش جديد. ربنا سبحانه وتعالى سلب يعني هو فعلا خاصية هم بان هو يذبحه يعني. ده النبي سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم ضرب الحجر فانفلق بالسكينه، يذبح سيدنا اسماعيل ما بيذبحش. سبحان الله. فربنا سبحانه وتعالى اراد ان يعني يعطي معجزه جديده. قبل كده ادى معجزه لسيدنا نوح، لسيدنا نوح في صناعه السفينه فين؟ في الصحراء. في الصحراء، نعم. واعطى سيدنا موسى برضه وسيله جديده ان هو يضرب العصايه البحر، فمن صيغه الميه الاستدراك ان الميه بتمشي. فربنا سبحانه وتعالى اوقف سير الماء بامره سبحانه، وكانت معجزه خالده. واوقف خاصيه الاحراق في النار لما سيدنا ابراهيم اترمى في النار. واوقف خاصيه الذبح من السكين لما اراد ان يذبح اسماعيل عليه السلام. ارايتم قلبا ابويا يتقبل امرا ياباه؟ أرأيتم ابنا يتقبل أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويقول الابن بلا فزع افعل ما تؤمر أبداه. واستسلم الوالد سكينا، واستل الوالد سكينا، واستسلم أمرا لرداه. فتنادي الأرض والسماء والفضاء صدقت الرؤيا يا إبراهيم فديناه. الله تبارك وتعالى فدى سيدنا إسماعيل بذبح عظيم. فكانت المعجزة الأولى من سيدنا إبراهيم أنه يضع قدم أي نبي وأي رسول إلى الاستسلام إلى أمر الله تبارك وتعالى. إن أولى الناس باتباع إبراهيم هو محمد صلى الله عليه وسلم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه. والله تبارك وتعالى يقول في سيدنا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فربنا سبحانه وتعالى وضع سيدنا إبراهيم على قدمه على إيه؟ عتبة التوحيد. مين اللي يتبع بقى سيدنا إبراهيم؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لأن سيدنا إبراهيم
سيدنا إبراهيم كان أبو الأنبياء نعم حنيفا مسلما حنيفا مسلما، فمن اللي يمشي وراه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال خذوا عني مناسككم. نعم. طيب المناسك دي النبي عليه الصلاة والسلام عرفها منين؟ وحي من عند الله تبارك وتعالى. لذلك لما تشوف في صيغة التلبية وكلمات التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. يعني إيه لبيك اللهم لبيك؟ احنا بنسمعها كتير وبنرددها والقلب بيبقى طاير وهو بيسمع كلمات التلبية من حجاج بيت الله الحرام. يعني ايه كلمة لبيك؟ فيها كذا معنى، هختار معنيين اتنين علشان خطر الوقت. اول معنى لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب اجيبك اجابة بعد اجابة ودعوة بعد دعوة. اجابة بعد اجابة مين؟ اجابة لنداء الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج، يأتوك رجالا. نعم. رجالا يعني على أقدامهم، مش رجالا يعني رجال من الرجال فقط. لا، رجالا يعني على أقدامهم، هيقولك جريين وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فربنا سبحانه وتعالى سمع النداء ده لمين؟ سيدنا إبراهيم. إبراهيم. نعم. فقال جبريل عليه السلام لإبراهيم يا إبراهيم أذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم عليه السلام ومين اللي هيسمعني في الصحراء المكفرة دي؟ ده ما فيش حد قدامي خالص غير صحراء. فقال الله تبارك وتعالى لجبريل قل له أذن وعلينا الإجابة. فأذن إبراهيم عندما وقف على الحجر الأبيض وغاصت قدماه، غاصت قدم إبراهيم عليه السلام في الحجر، ووقف إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس، سمعه كل من في السماوات ومن في الأرض. كل شيء سمع سيدنا إبراهيم حينما نادى فين؟ في النداء. فاستجاب كل من في الأرض. حتى ترى الناس يخرجون الآن رجالا يسعون، يعني السنة دي ما شاء الله أكثر من 2 مليون موجودين في مكة يطوفون ببيت الله الحرام ويقفون بالمشعر الحرام ويقفون بمنى ويقفون بعرفات إلى آخره من أعمال الحج، ناس كثيرة. طيب مين اللي أسمعهم هذا النداء؟ الله تبارك وتعالى. الله، فكل من من الله تبارك وتعالى عليه به حج بيت الله الحرام فقد سمع نداء إبراهيم الخليل، ثم إجابة محمدا لنداء الله تبارك وتعالى نفذ. اخرج بقى، اخرج للحج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة ووقف بعرفات ونادى في الناس وقال كما في الحديث الذي روي في مسند من حديث أبو يعلى وابن المبارك وغيرهم بسند صحيح، قال النبي لبلال يا بلال أنصت لي الناس. فوقف بلال وقال أيها الناس، أيها الناس أنصتوا لرسول الله. قال فأنصت الناس، كل الناس سكتت تستمع لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. عشرات الآلاف يقفون على صعيد عرفات ويقول لهم بلال بكلمة واحدة أنصتوا لرسول الله، فأنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي السكينة السكينة، بالراحة، اهدم، لا تتعجلوا. لإمتى؟ في آخر يوم عرفة والشمس كادت أن تؤوب، يعني تغرب. فوقف النبي وقال لقد أتاني جبريل اليوم وقال يا محمد إن الله اطلع على أهل عرفات وضمن عنهم التبعات، وفي رواية وغفر لهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله ألنا خاصة؟ يعني المنحة دي بالمغفرة والتوبة للصحابة وبس؟ قال لا، بل لكم ولمن أتى بعدكم إلى يوم القيامة. يبقى كل اللي يروح عرفات لم يرفث لم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالله تبارك وتعالى يجعل العبرات تسكب هناك. هنا مرتكب الكبائر وهو في الحج بعد ما بيرجع بيغفر لذنوبه، ولا نعم يعني مرتكب الكبائر؟ الحج في أعلى مراتب التوبة. أعلى مراتب التوبة هي الحج. أنت بتشوف الحج أو الحجة تخرج من بيتها، ولكن علشان في ناس دايما يعني دلوقتي احنا بنشوف تجار مخدرات بيروح يحجوا وناس كتير إذا يعني فسقة، وعلشان يقول لك احنا عارفين بيروح من كل سنة تقريبا عشان يحج، علشان يقول لك انا بغسل ذنوبي من سنة لسنة. طب ما هو انا عايز اسال، هل حقا يعني الكبائر اللي بتتعمل دي وبيتخذوا احيانا الحج مبرر لغفران الذنوب؟ طب ما هو احنا عارفين ان الله سبحانه وتعالى بيغفر عن تقصير في حقه، حق الله، ولكن التقصير في حق العباد مش بتغفر غير الا لما العبد بيغفرها اولا. نعم، اذا خرج الرجل
بمال حرام بمال حلال مال طيب، نعم، خرج تائبا الى الله تبارك وتعالى من تجاره المخدرات، من تجاره الـ يعني الاشياء المهربه من دول الخارج الى غيره، رجع الى ربه وتاب واستغفر، غفر الله تبارك وتعالى الذنوب جميعا، ورجع كيوم ولدته امه. ليه؟ اشمعنى؟ اشمعنى الحج بيرجع من ذنبه كيوم ولدته امه؟ لان هو بيترك كل حاجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من هذه الأيام، يعني الأيام من العشر من ذي الحجة. قالت: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء. أنا طلعت بفلوسي 100,000 150,000 صرفتهم وأنا خارج إلى حج البيت الله الحرام. ليه؟ عايز استجيب الى الركن الاساسي، الى الركن الخامس اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال فيه: لمن استطاع اليه سبيلا. يعني مش اي حد هيوفق لهذا المكان. فاذا كان مالي حلال، اذا خرجت تائب الى ربنا تبارك وتعالى راجيا مغفرته، الله تبارك وتعالى يتنزل الى السماء الدنيا في هذا اليوم في يوم عرفه، ربنا بيتنزل كل ليله الى السماء، لكن في اليوم ده بالليل، في اليوم ده بقى بيتنزل بالنهار. ثم يباهي الله تبارك وتعالى الملائكة لأهل الموقف ويقول لملائكتي: انظروا انظروا يا ملائكتي إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لكم. إذن أهل الموقف أهل عرفات يرجعون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم بموعود الله تبارك وتعالى وبموعود الصادق صلى الله عليه وسلم. يبقى لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة. أنا جيت لك يا رب إجابة بعد إجابة سيدنا إبراهيم وبعد إجابة سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني، قال ابن منظور في لسان العرب: لبيك لب، ولب الشيء خالصته، يعني الحاجة اللي جواه اللي داخله. نعم، فكأن الحاج بيقول: يا رب أنا كل لك، أنا جاي كل لك، أمرك بأمرك وبنهيك وبكل شيء، تركت أولادي وتركت ديار وتركت تجاراتي وأتيت لك وحدك، لك لا شريك لك، فالنعمة اللي انت اديتها لي لك، والشكر لك، والملك لك، والمالك والملك يفعل في ملكه وفي مليكه كيف ما شاء وقت ما شاء. خاصة ان يعني منظر الحجيج دايما بيفكرنا بحشر يوم القيامة. نعم. وبالوقوف يوم القيامة كلهم متساويين، لا فرق. نعم. بين غفير ووزير، لا فرق بين غني وفقير. نعم. لذلك برضو ان شاء الله ربنا يوعدنا السنة اللي جاية يعني احنا وحضرتك بإذن الله ونبقى واقفين على عرفة بإذن الله. لذلك حتى اهل عرفات سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى اداهم منحة يعني زيادة مش في الدنيا بس. يعني اذا مات العبد في حجه بملابس حجه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تغسيل وتكفين الحاج وخلعه لملابس الإحرام. ما شاء الله. قال النبي: يبعث ملبيا يوم القيامة. تبص تلاقي واحد طالع كده في أرض المحشر يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك. إيه أنت فين؟ أنت لست في عرفات الدنيا، أنت في عرصات القيامة. فهذا مات ملبيا فيبعث يوم القيامة ملبيا. كان في 5 أو 6 ماتوا في مكة وهم بيطوفون طواف القدوم السنة دي، فمحطوطين كده على الخشبة وملفوفين في الكفن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن وجوههم تكفن كالشهيد. فمنحة أخرى. نعم. أن هو بيدفن كالشهيد. نعم. منحة ثالثة بيدفن في مدافن البقيع بجوار النبي وصاحبيه وأصحاب رسول الله جميعا في البقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتي وإياكم إن شاء الله. اللهم أمين. نرجع ونتكلم بقى عن ذبح الأضحية، وعايزين نعرف الأول شروط الأضحية إيه. الأضحية لابد وأن تكون سليمة، ليست عوراء، ليست عرجاء. عوراء يعني عينيها فيها مشكلة، عينيها مخلوعة، رجلها مكسورة، ديلها مقطوع، ودنها مقطوعة. يعني أنت بتقدم حاجة لربنا سبحانه وتعالى. ده قربان، ده إحنا بنقدمه لله سبحانه وتعالى. نعم، ربنا سبحانه وتعالى لا ينال لحومها ولا دماؤها. نعم. ولكن يناله التقوى منكم. إحنا بننفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى أمره، والنبي صلى الله عليه وسلم طبقه وشرعه، فإحنا بننفذ. العبرة مش بالأكل، العبرة مش باللحمة،
العبره مش لا العبره بان انت بتنفذ امر الله تبارك وتعالى زي ما سيدنا ابراهيم نفذ امر الله تبارك وتعالى. نعم سيدنا ابراهيم قدم اغلى ما عنده. نعم ابنه. نعم. لذلك انا بقول يعني حتى النهارده في خطبه العيد قلت لابد وان يقدم كل واحد فينا ابنا له لله تبارك وتعالى. قدمه انذره لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. انذره لدعوة الله تبارك وتعالى، انذره لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنقاة والملقحة من العلماء. انذر ابنك للجهاد في سبيل الله، انذر ابنك للدعوة، انذر ابنك ما هو برضه لما احب اطلع بنت دكتور ولا معلم ولا مهندس ما ده برضه لله سبحانه وتعالى. نعم ده برضه فداء. ما هو احنا بلدنا محتاجة للعلماء، محتاجة لكل مجالات العلوم يعني. نعم احنا ما بنقولش مجالات الدعوة والدين بس ونترك مجالات الدنيا، لا احنا يعني يا ريت انا احب ان احنا نربط الدنيا بالدين ونربط الدين بالدنيا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. لما يكون عندي دكتور بس يتقي الله تبارك وتعالى في المرضى بالظبط كده، يبقى ده يعني لما معلم برضه بيشتغل بضمير وما بيديش دروس خصوصيه وبيشرح في الفصل، ما هو ده احنا ده اللي احنا عايزينه. اما الدعاه فما فيش اكتر منهم خاصه دلوقتي. نعم. فطيب احنا قلنا كده شروط الاضحيه كلها. نعم. طيب نيجي بقى نتكلم على ما يفعله المضحي بعد ذبح الأضحية. أولا يستنى بعد ما يذبح الأضحية وهو بيذبحها يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه. نعم. يقول الله بسم الله، ويستحب أن يقول الله أكبر، اللهم هذا منك وإليك. ويبدأ بالذبح. يقطع الأوداج اللي هي العروق. الذبح برضه لازم تكون الأضحية من ظهرها يعني مش من وشها. انت بتنيمها على جنبها اليمين. هي لازم اللي اعرفه ان هي ما تشوفش السلاح اللي هي السكين. لا ما تشوفش السكين. ولو في ذبيحه اخرى يعني في ناس بتذبح ذبيحتين، لو في اتنين ما تذبحش الاتنين قدام بعض. يحرم عليك ذلك. طيب حرام. لا يجوز شرعا. حرام حرام قطعا. احنا وصلنا لدرجه الحرمانيه. نعم مش مثلا لا يجوز. لا حرام. حرام ان انا اذبح ذبيحه قدام الثانيه، اخبي الثانيه في مكان حد ما اخلص. طب احنا بقى دلوقتي اللي بنشوفه في الشوارع واللي بنشوفه في ذبح الاضحيه واللي بنشوفه في السلخانات، يعني انت حتى لما بيجي في فيلم وثائقي في مصر عن ذبح الاضحيه. نعم. والحاجات دي هتلاقي كلهم في نفس المكان. نفس يلا المكان والطريقه نفسها. لا يجوز. فكلمه حرام دي كلمه كبيره مش صغيره. النبي عليه الصلاه والسلام قال ما هي الناس دي فين الدعاء بقى علشان تعلمها؟ ما انا ليه يعني ليه مثلا قبل يوم الاضحيه او يوم الاضحيه نفسه ما خليش الازهر او الاوقاف يبعت بقى المشايخ بتتكلم ده ما شاء الله الفيديوهات تتكلم تروح مثلا السلخانه دي وتفهمهم يذبحوا ازاي. يبقى في حمله توعيه يعني. مثلا ماشي ايه المشكله احنا دلوقتي بنناشد الازهر ونناشد وزاره الاوقاف والدكتور مختار علي جمعه نناشدهم بانهم يعملوا حمله توعيه للسلخانات والاماكن التجاوزات اللي بنشوفها. حمله توعيه من الدعاه والعلماء الازهر علشان خاطر يتعلمهم ويعرفهم كيف يذبح. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. نعم. او الذبحه. واذا سلختم فاحسنوا الذبحه. وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما ينفعش وهي واقفه اروح شاططها كده. لا الكلام ده يجوز. ده بيحصل فيه. يجوز في الجمال بس. فقط. طيب انا عندي مثلا بقرة أعزكم الله، بقرة شديدة عنيفة مانيش عارف أنيمها علشان خاطر أذبحها، في الحالة دي برضه يجوز إن أنا أذبحها وهي واقفة. ما ينفعش إن أنا أذبح ذبيحتين قدام بعض، أذبح واحدة ورا التانية. وما ينفعش الذبيحة التانية تخش وتشوف دم. للدرجة دي؟ أصل إحنا بنقول احنا كده خايفين على احنا بنقول الغرب بيقول ملتزمين حقوق الانسان. لا هم الغرب خلي بالك بيمشوا على سنن الاسلام والشريعه الاسلاميه. نعم. في الذبح خير من علم حقوق الحيوان هو محمد ابن عبد الله. الغايب عندنا الوعي، الغايب عندنا العلم، الغايب عندنا ثقافه الدين، ان احنا للاسف يعني احنا بنتعلم الدين ظاهريا مش بنتعلمه بعمق. والله يا استاذه هنا هقول لحضرتك يعني شيء يبكي كتير من الشباب ضايع ضايع فعلا يعني مش عارف يصلي مش عارف تحيات. تخيلي شاب جالي من اسبوع بيقول لي انا سبت لربنا سبحانه وتعالى. الله العظيم. يعني سب لربنا مش سب للدين بقى. نعم. سب ربنا نفسه ذاته سبحانه وتعالى وبيعيط ويقول لي انا مش عارف اعمل ايه ومش عارف انا عملت كده ازاي. فاخذته وعلمته وعرفته يعمل ايه وبتاع وقلت له حافظ على عمل صالح وليقل حتى الصلاه، حافظ على صلاه في جماعه. فبقى يجي يصلي معنا الظهر العصر المغرب العشاء الفجر
فجي في يوم بيقول لي انا عايز بقى اسمع صوتك كده الحلو وايه وانت بتصلي بينا صلاه العصر. فقلت له صلاه العصر الصلاه السريه. هو مش عارف جهريه ولا مش عارف لا العربيه. فان شاء الله قدر ان هو تاني يوم يكون مثلا تاخر في ركعه فجي حد وقف ورا امام. يعني هو اذا كنت تلاقيه كان بيصليها بقى لوحده وجهري. فهو مش عارف هو ما يعرفش اصلا الظهر كام ركعه والعصر كام ركعه والعشاء ما اعرفش غير لما ده غياب. ده يرجع برضو لغياب التربيه الدينيه الصحيحه في المدارس للاسف. احنا دايما احنا دلوقتي في حمله كانت ضد المناهج الدينيه في التعليم في وزاره التعليم عموما. طب حتى لو في مشكله في المناهج الدينيه فاحنا ممكن نغيرها. يعني احنا جيل بحاله طالع مش عارف يتعلم امور دينه الصحيحه ايه، طب ما احنا نغير المناهج ونخليها تهدف لتعليم الدين الصحيح، للبعد عن التطرف، الحاجات دي احنا محتاجينها. يعني انت تخيل لما تلاقي حد عنده 20 و21 سنه مش عارف يجي يتوضى، مش عارف يجي يصلي، مش عارف امور دينه، فدي حاجات صعبه. نعم. في حين ان هم بيحفظوا اسماء الاغاني الاجنبيه والمغنيين الاجانب. اه والله بجد. واسماء الممثلين العالميين ومش عارف اصلا بعض الصحابه لما تيجي تقول له مين العشرة المبشرين مثلا ما يعرفش اصلا مين هم. ده يقول لك ايه سيدنا محمد وسيدنا موسى وسيدنا عيسى. والله اتقالت لما تقول له قول سوره الاخلاص يقول انا عارفها بس يعني ايه انت بس تقول انت تقصد ايه اللي هو مش عارف هو يكون حافظها. نعم. مش عارف اسم السوره. والله شيء محزن فعلا. بس ده يرجع للاساس الاول وهو الاب. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. الاب اولا. طب ما احنا ابهاتنا كانت بتوجهنا وتعلمنا. ابويا يعني ربنا يحفظه يا رب ويشفيه دور الكتاتيب كان بيعرفني اقول ايه في الركوع والسجود وانا عندي 3 سنين. لا والدور الكتاب كان ليه دور مهم جدا في التعليم. انا حفظت التحيات في الكتاب على يد الشيخ احمد. احنا اتعلمنا كل حاجه، حفظنا القران، حفظنا امور ديننا كلها اتعلمناها في الكتاب. لا فهو غياب برضو الكتاب في المجتمع المصري عمل مشكله في نشاه جيل باكمله. لما اطلعت على كتاب التربيه الدينيه بتاع التربيه والتعليم لقيت فيه هوامش. يعني ايه في حاجات كده ايه مذكوره على العامه كده. قبل كده الدكتور عطيه صقر على ما اتذكر كان في حلقه على التلفزيون المصري فقال يجب على وزارة التربية والتعليم أن تستعين بمشايخ الأزهر في إعداد كتب مناهج التربية الدينية بالتربية طبعا. والتعليم. أوه. يعني أنا شفت زمان يعني تقريبا في أواخر التسعينات تقريبا كتاب من أواخر التسعينات يعني للدكتور أحمد عمر هاشم كان تربية دينية للتربية والتعليم. وكما شاء الله مكثف ومليان من الخيرات ومليان من العلوم اللي تفيد بقى الانسان ازاي يبقى اخلاقه كويسه ازاي يبقى كذا ازاي بكذا. وبرضه شفت كتاب تاني للدكتور عطيه صقر برضه كان تقريبا كان 89 او حاجه زي كده كان مكتوب فيه الاخلاق والاداب وبر الوالدين وعقوق الوالدين والحاجات الاساسيه اللي المفروض كل واحد فينا يكون مطلع عليها وعارفها علشان خاطر يتجنبها. هي المشكلة عندنا ان احنا بقينا بنهمش التربية الدينية سواء في المدارس او خارج المدارس وبره في حياتنا العملية. يعني احنا حتى في المنازل او في البيوت احنا بنهتم قوي ان احنا ندي دروس في الانجليش في الماس في الساينز مش عارفه في وبننسى خالص وبندفع مبالغ طائله وبننسى خالص ان احنا عندنا تربيه دينيه بننسى خالص ان احنا المفروض نروح اتعلموا قران. فالحاجات دي مهمه جدا في حياتنا زي ما اكيد العلم مهم اكيد برضو الدين مهم. انا بقول يعني للاب اللي هو بيعلم ابنه انجليزي او فرنساوي او غيره ما فيش مشكله. احنا مش ضد الكلام ده. احنا مش ضد ان هو يتعلم الثقافات الاخرى والعلوم الاخرى ويكون دكتور ما شاء الله في خريج كليه الطب او غيره. ولكن ايه المانع ان انت بجانب المواد دي يبقى في ساعه كل يوم او ساعه كل يومين حتى ابقى انشأه على الحلال والحرام يبقى عارف ايه الحلال وايه الحرام. نعم. هي دي الفكره. هنرجع تاني ونكمل حديثنا عن الاضحيه وقلنا بقى ايه تاني اللي يستحب للمضحي بعد الذبح. ان هو وهو بيستنى لما تستريح وخلاص يعني تموت في ايده ويبدا بالسلخ ما يستنى يعني مثلا ما يسلخش لسه بتتحرك ويقعد يسلخ على طول. لا ينتظر لحد ما تهدى خالص وترتاح تماما وبعدين يذبح. وده من سنن النبي عليه الصلاه والسلام لابد ان احنا نتبعها في الاضحيه. يجب ايضا على الذابح ان هو بعد ما يذبح الاضحيه يقطعها او يقسمها 3 اقسام.
تلت لنفسه والبيت واهله، والتلت الثاني للاصدقاء والاحباب والناس القريبين منه، والتلت الاخير للفقراء والمساكين. ويندرج تحت الفقراء والمساكين. طيب ده اساسي يعني، انا لازم لما اذبح الاضحيه اقسمها الثلاث اقسام، ولا شرط. في ناس ما ممكن عايزه تاخد الاضحيه كلها لنفسها، مش عايزه انا اطلع، في ناس يعني مثلا ما دمت مش عايزه اطلع بقى للفقراء والمساكين ولا للاهل ولا للاقارب ولا للاحباب. ما دمت ان انا ذبحت بعد صلاه العيد يبقى لابد ان هي تقسم الى ثلاثه اقسام لازم. لو عملت كده يبقى انا كده. ولكن سمعت برضو كان في بعض الاراء بتقول ان هي يجوز الا يخرج منها شيئا. لا، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه. هو كده مش عايز يعني ياخد اجر التقرب الى الله تبارك وتعالى بالتقوى. هي ليه ربنا سبحانه وتعالى قال ان لن ينال الله لحومها دما ولكن ينالوا التقوى منكم؟ ليه قال كده؟ ليه مش عايز لا لحمه ولا دم ولكن عايز التقوى؟ التقوى ليه صدقات؟ هتكتب ازاي غير بالصدقه؟ الصدقه يعني مقربه للعبد لربه تبارك وتعالى. انا مع حضرتك طبعا وبايد راي حضرتك وده رايي اصلا، ولكن هناك راي اخر برضو بيقول ان هو يجوز ان ما يخرجش منها حاجه وان تبقى كلها لاهل بيته. ليه؟ وان هو كده استجاب لتلبيه يعني لدعوه الله سبحانه بالاضحيه، بانه ذبح الاضحيه. لكن ينقصه الاتباع. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين اقرنين املحين ابيضين. الاول قال اللهم هذا لمحمد وال محمد. نعم. وذبح الثاني وقال هذا لامه محمد ممن لم يضحي من عموم المسلمين. بقى كل الناس اللي ما ضحتش النبي صلى الله عليه وسلم مضحي عنها. الناس اللي غير مستطيعه. ده في ناس بتبقى حزينه جدا ان مثلا ما معها مش قادره ان هي تجيب اضحيه وتذبحها. نعم. الظروف مش دي بقى التقوى بقى اللي احنا بنقول عليها، ان ربنا سبحانه وتعالى عايز التقوى. ان انا نفسي الزعل ده بقى اكيد بياخدوا عليه حسنات. طبعا. ليه؟ لان هو يعني مش قادر ان هو يكون مع الصفوف الاولى دي، هو مفكر ان هو كده خلاص مش هياخد الاجر والثواب. لا، يكفي نيته. يكفي القلب الطيب الطاهر ان هو نفسه يتقرب الى الله تبارك وتعالى بهذا الامر وبهذه السنه المحمود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد ما يزعلش لامر زي كده، ولكن يحمد ربنا سبحانه وتعالى على السراء وعلى الضراء. إذا من الله تبارك وتعالى عليه بأضحية فهذه نعمة يجب عليه أن يشكر الله تبارك وتعالى. وإن أصابته ضراء ولم يستطع أن يضحي هذا العام، ينوي بإذن الله تبارك وتعالى أن ربنا يقدره ويستطيع أن هو يضحي في العام المقبل، وربنا سبحانه وتعالى هيقدره بإذن الله. إن شاء الله. الأضحية بقى لما أجي أضحي، أضحي عن نفسي ولا أضحي عن نفسي وأهلي؟ عن مين بالظبط بيضحي المضحي بقى؟ ذكرت دلوقتي ان النبي عليه الصلاه والسلام ضحى عن، قال اللهم ان هذا عن محمد وال محمد. يبقى العائل اللي هو رب الاسره يضحي عن نفسه وعن اهل بيته. طيب بتجي لنا اسئله مثلا زي مثلا حد سال وقال ان والدي توفى واخويا متزوج. نعم. وجاب خروف وعايز يذبحه في العيد. ينفع ان هو يذبح الخروف ده عن اهل بيته وعننا احنا الاثنين؟ في هذه الحاله اذا كان الاخ ده بيصرف على اهل بيته وعلى ابو اخته وامه، يبقى في الحاله دي يجوز ان هو يذبح عن البيتين. طيب هنا برضو في حاله تانية. انا ممكن اكون معايا انا كرب الاسره ومعايا ابن كبير وبرضو معاه. فانا مش هضحي، يعني ممكن تكون عاده مش بيضحي، فلكن الابن جاب اضحيه وعايز يضحي. هنا بقى ينفع ان الابن يبقى عن اهله؟ الابن عائل ولا مش عائل؟ لا، هو كده مش عائل. لا يعول. مين اللي بيصرف؟ المفروض ولي الامر الاب. الاب والابن ده متزوج؟ ولكن لا، مش لازم، مش بالضروره برضه. مش بالضروره ان هو متزوج. يبقى هو كده بيضحي عن نفسه. عن نفسه بس. نعم. لكن عن والدته والده اخواته العائل. لازم العائل. ممكن مثلا يكون هو بيساهم في البيت. لو هو بيساهم في البيت في هذه الحاله يجوز. يعني بيساهم في مصاريف البيت. انا اقصد افرض ربنا كرم عايز بقى يجيب ويضحي بقى. ماشي، مفيش مشكله. يبقى عن نفسه. عن نفسه برضه. مش عن اهل بيته، لان لازم العائل هو اللي يذبح عن اهل البيت. اللي هو الراعي. لازم ولي الامر هو اللي يضحي. تمام. طب افرض بقى انا بابايا متوفي. نعم. وعايزه اجيب بقى اضحيه واضحي بالنيابه عنه. نعم. هل هو وصى؟ لا، مش بالضروره برضه. ترك مال بوصيه مثلا؟ هو ترك مال. نعم. هو اكيد اكيد ممكن يكون ترك مال وقال ان المال ده للذبيحه للاضحيه. لا، ما انا بتكلم هو ترك في حال مال. هو مش هيروح، مش هيموت وهيوصل. يبقى في هذه الحاله
في رأيان، رأي الجمهور الحنابلة والأحناف والمالكية قالوا إن يجوز إن هو يذبح على العادة، إن هو يذبح، إن بابايا كان بيضحي كل سنة، فأنا بقى هكمل للعادة بعديها. عن باباكي ولا عن نفسك؟ عن بقى بابايا اللي مات، عن الميت. يجوز في هذه الحالة على رأي الجمهور مالكية والشافعية والحنفية إن هم يذبح بنية عن أبوه. في رأي تاني للشافعية، وده المأخوذ بيه عندي أنا يعني شخصيا، إن هو لا يجوز الذبح عن متوفي ما لم يوصي. ما لم يوصي، إذا كان موصي أولاد إن شاء الله إحنا السنة الجاية هنجيب مثلا بقرة وهنتبعها ونوزع التلتين ونخلي التلتين، وهو أصل خلاص مات، فأنا ممكن بقى العادة أكملها أنا بقى، أضحي عن نفسي بقى وعن نفسي. أهل بيت اللي موجودين، هو خلاص راح عند ربنا. تمام. أنا معايا اتصال من أم أيمن، اتفضلي يا أم أيمن. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل سنة وحضرتك طيبة. وعد الأيام يا ماما، ازي صحتك؟ الحمد لله، تسلمي. ممكن أكلم الشيخ؟ الشيخ الصغير مع حضرتك. اتفضلي. الله يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نور الساسة يا باشا، ربنا يحفظك. دي ماما حضرتك صح؟ لا لا، معلش سؤال يا حبيبي لو سمحت. اتفضلي يا أمي. انا يعني زي ما تقول الضحيه بتاعتنا السنه دي مشتركه. نعم. عيلة 7 افراد بس احنا مش عارفين صح ولا غلط. وهنا الاضحيه بتاعت حضرتك بقره. ايوه. مدافحين على 7 افراد. فانت حضرتك عايزه تعرفي ده يجوز ولا لا؟ يجوز ان شاء الله. طيب يا حبيبي، وهذا هو الصح المأخوذ به عن الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بس على سنة نبينا إبراهيم عليه السلام كان كبشين، كان خروف، كان كبشين بذبح عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الإبل اللي هي الجمال، وشرع البقر والجاموس والأغنام والماعز. دلوقتي الأضحية اللي احنا بنضحي، هنتكلم في الأنواع كلها دلوقتي إن شاء الله. ماشي يا حبيبي، أشكرك يا أم أيمن، كل سنة وحضرتك طيبة. أشكرك على اتصالك. النبي بس الاول يعني ان طبعا احنا الجيش بس هو اللي ضيع اللحيه، وطبعا خلينا شكلنا صغير شويه. الشيخ محمد لسه بيقد الجيش بتاعه. ده على خير ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي عايزين، طبعا خلصنا شروط الاضحيه وسن الاضحيه، لازم نعرف طبعا انواع الاضحيه. نعم. ايه المفروض اضحي بيه؟ الغنم. لا، كل حاجه بسنها بقى. ماشي، ما هقول اهو. ماشي ماشي. تكون في سنه. الغنم. الغنم. سنة. تكون لا، 6 شهور. اللي هي الماعز. الماعز. ماشي. الخروف اللي هو الغنم. يكون داخل في السنة الثانية. يعني عنده سنتين. عنده سنة. سنة وداخل في الثانية. البقر ان هي تكون سنتين وداخلة في الثالثة. سنتين. الإبل. يكون 5 سنين وما طالع بقى، واحنا طالعين. الابل اللي هي الجمال. اللي هي الجمال. تمام. طيب انا معايا اتصال تاني من ام احمد، اتفضلي يا ام احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت حضرتك، ممكن ادخل عن ولد عن ابن المتوفي واوهبها له؟ هو انا مش سامعه. نذر. انا مش سامعه سؤالك، ممكن تقوليه من تاني؟ بقول لحضرتك، ممكن اضحي عن ابن المتوفي واوهبها له، او يعني ابن الاخت له. تضحي عن ابنها المتوفي وايه تاني؟ وتوهبها له. وتوهبيها ليه؟ اضحيه يعني، مش نذر. تمام. هو فضلت الشيخ ولا حضرتك نذر؟ ممكن تجاوبها على فكره لو في حاجه تانيه. ابني مات على 15 سنه، هل يجوز له حج يعني ولا حج عام يعني ولا ايه؟ انا مش سامع. ولا انا، هو الصوت مش هو عنده 15 سنه مات، هو عنده 15 سنه؟ مات في رمضان، كان عنده تقريبا 15 شهر. رحمه الله علي، اسال الله تبارك وتعالى ان يتغمده في رحمته، وأن يربط على قلوبكم بالصبر والسلوان. اللهم أمين. طبعا الأولى أن أنت تضحوا عن بيتكم أنتوا، عن العايش، على لسه على قيد الحياة. ثم هو 15 سنة يعني لم يبلغ الحلم لسه، ما كانش مسؤول علشان أنا أخرج عنه. فكانش لسه مسؤول أن أنت تضحي عنه. طب يا شيخ، هل هو 15 سنة يعني اترفع يعني اتفتح بيت كيف أم لا؟ نعم. عمره 15 سنة يعني تقريبا 15 سنة بالهجري وشهرين. يعني اتفتح له الكتاب كتاب يعني حساب يعني؟ قصدك يعني بيبقى مسؤول عن اعماله، صح كده؟ ماشي، حاضر. حاجه وحضرتك ده. ربنا ان شاء الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه باذن الله ويصبركم. بالنسبه لفتح ليه كتاب وهو، اشكرك يا ام احمد على اتصالك وربنا يصبرك. بالنسبه ان هو لم يبلغ او لا،
ربنا سبحانه وتعالى قال: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. الولدان دول اللي هم الأطفال الصغيرين اللي هم ماتوا ولم يبلغوا الحلم، وبلغ الحلم لحد سن 18 سنة. يعني احنا معانا لحد 18 سنة، ممكن يبلغ قبل ذلك وممكن يبلغ بعد ذلك. ربنا سبحانه وتعالى يحاسبه على الصغائر، زي مثلا شتم. نقول ربنا أرحم من إن هو أصلا يعني يعذب. ربنا يدخل الجنة إن شاء الله برحمة الله سبحانه وتعالى. إحنا مش هندخل بأعمالنا، إحنا بندخل برحمة ربنا وطمعنا في كرمه بس مش أكتر. ربنا يرحمه إن شاء الله ويجعله من أهل الجنة إن شاء الله. نرجع نكمل حديثنا ونتكلم بقى الاشتراك في الأضحية. الاشتراك عن سبعة زي ما الحاجة سألت دلوقتي، لازم سبعة. في البقر سبعة، لكن طب في أنواع تاني؟ لا يجوز في الغنم ولا يجوز في الماعز، إنما يجوز في الإبل ويجوز في البقر والجاموس. الأنواع يعني اللي هي بقر جاموس يجوز فيها إن شاء الله سبعة. فما أقل يعني البقر والإبل فقط والإبل. أما الغنم والماعز فده لا يجوز، يكفى عن عائلة واحدة يعني عن بيت واحد أو عن شخص واحد. ولازم سبعة يعني ما ينفعش يكون أربعة ثلاثة، فرد مثلا أربعة ثلاثة اتنين بقر يجوز. ما أنا قلت سبعة فما ده أقل، ده أقصى حاجة سبعة. أكثر سبعة أما سبعة. الأدنى ده فمالوش عدد معين. نعم تمام. طيب برضو عايزين نعرف بعد الذبح الجزار بياخد شيء من الأضحية، نعطي شيء من الأضحية ولا إيه؟ ولا هو إحنا بنكتفي فقط بأجره، إن إحنا بنعطيه أجره؟ ده بقى مصيبته مصيبة وبلوته كبيرة أوي. ربنا يرحمه. كتير من الجزارين لا حول ولا قوة إلا بالله واخد إن الأيام ديت موسم، هو فعلا موسمه مفيش مشكلة، هو راجل بيتعب وبيجي وبيذبح ياخد أجر تعبه. لكن ملهوش دعوة بالأضحية، ليه دعوة جلد ولا لحم ولا راس ولا رجل ولا حشي، اللي هو الحشو اللي جوه الذبيحه ملهوش دعوه باي حال، هو يذبح وياخد فلوسه. لو صاحب البيت يعني عايز يديله كهديه بعض قطع اللحم او غيره فلا حرج، لكن لا يجوز اخذ الجزار شيء من اللحوم. مش عايزه اقول يقعدوا، لا لازم ياخدوا. بيشترط. ايوه لا هو لا ده ما كانش ده لحمه والجلد. لا يجوز، لا يجوز ابدا ان هو ياخد اي شيء من الاضحيه ولا لصاحب الاضحيه ان هو يبيع شيء من الاضحيه. يعني ما ينفعش لا يبيع ولا ينفع ان هو يدي لل. طب انا بعد ما خلع الجلد وكده هل يجوز ان انا ابيع الجلد دوا والحاجات تبيعيه الفرو وكده؟ فلوسه فين؟ اه بس هي دي النقطه، انت لو هتبيعيه وتاخدي فلوسه تحطيها مثلا في انشاء مسجد لازم. يعني هو يجوز بيعها ولكن ما لا يجوز ان انا اخد فلوسها. ما اخدش فلوسها لنفسي، ده تطلع برضه للفقراء للمساكين، تطلع فلوسها لجهه معروفه او لشيء هينفع المسلمين وهينفع الناس. بناء معهد ديني، بناء مستشفى خيري، بناء مسجد، بناء مستوصف طبي كده يجوز في هذه الحاله، رصف طريق، شيء ينفع الناس يعني. طيب احنا اتكلمنا عن سنن الاضحيه كلها ولا لسه في سنن ما قلناهاش؟ احنا قلنا ايه؟ قلنا السنن، احنا قلنا الشروط وقلنا ما يجوز للمضحي بعد الذبح. نعم. السنن بقى ممكن تفكرنا بيها؟ طيب سنن الاضحيه ان يذكر اسم الله. نعم ان يذبحها على جنبها اليمين. نعم دي سنن الاضحيه. نعم ان هو ما دي شروط الاضحيه غير شروط الاضحيه. هي السنن هي الشروط. ما هي السنن وهي الشروط. تمام. برضو يجوز او يجب على طب انا بقى ماشي، انت حضرتك قلت لي ان انا هذبح الاضحيه واقسمها ثلاثه اقسام. نعم. طيب القسم اللي هو خاص بالفقراء والمساكين لازم انا اروح اوزعه بنفسي ولا ينفع ان انا مثلا اعمل عليه عقيقه بقى واجيب الفقراء والمساكين ياكلوه؟ لا العقيقه حاجه والاضحيه حاجه. لا انا مش بتكلم عقيقه، هي معلش المسمى بس خلينا اعمل اكل. اعمل اكل واجيب الفقراء والمساكين. لا الاولى شبه العقيقه كده يعني. والثابت والوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو ياخد لحمته ويعمل فيها زي ما هو عايز، عايز يبيعها يبيعها، عايز ياكلها ياكلها. هو في حاجه اليها بطريقه ما، انت ممكن هتسلقها. طب وعلى ذكر العقيقه هل ينفع ان انا بقى اعمل عقيقه واضحي بنفس الذبيحه؟ الراجح من الجمهور لا يجوز، لا يجوز، لان ده شيء وده حاجه. دي العقيقه ولكن في اراء بتقول في آراء يجوز، في اراء ثانيه بتقول يجوز، لكن الراجح من الجمهور لا يجوز. بس افرض واحد برضو ما معهوش غير يعني سمن اضحيه واحده، تمام،
ثمن الأضحية الواحدة، إما أن يأخذ الأضحية يعملها عقيقة واحنا مثلا في عيد الاضحى والاضحى داخل عليه، او انه عايزين نعمل لي الاثنين بقى، يعمل ذبح يوم عيد الاضحى ويعمل العقيقه. هو لا يجوز عند الجمهور، وده المذهب اللي انا يعني مختاره، يعني اللي انا حبه. ليه؟ لان العقيقه شيء سنه من النبي صلى الله عليه وسلم، والاضحيه سنه ثانيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فما يجوز ان انا اختلط الامرين ببعض. تمام. لما اجي اتكلم بقى عن وقت ذبح الاضحيه، متى نعم. يبدا ومتى ينتهي؟ يبدا من بعد صلاه العيد مباشره، بعد مش الصلاه واطلع جري اذبح والخطيب بيخطب، لا، انتظر حتى ينتهي الخطيب من خطبته وبعد كده اطلع اذبح. لا يجوز، لان بعض الناس بتطلع طيب برضو خطبة ويكون فيها آداب ويكون فيها أحكام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لصلاة عيد الأضحى خرج ومعه الكبشين، وذبح الكبشين بعد انتهاء الخطبة في المصلى، وأمر الناس بالذبح. يبقى المفروض أو الثابت عند جمهور العلماء إن الإمام إذا كان مستطيع ياخد أضحيته معاه في خطبته، وبعد ما يخلص الخطبة يذبح. ما احنا دلوقتي عشان بنروح نصلي في الساحات بتبقى، نعم، معلش السؤال، اذا كان مستطيع. ما هي الساحات بتبقى بعيده. اوكي. نعم. هو لازم ان انا اروح اصلي العيد في ساحه؟ يعني لازم، واحنا عارفين ان الساحات مش بتبقى متوفره في جميع المساجد. نعم. بتبقى في مساجد معينه، فالمسجد ده ممكن يبعد عني كيلومترات، عده كيلومترات يعني. فانا هنا جنبي مسجد ومساحته مش ضيقه، كويس واسع يتسع يعني لجموع مصلين، فهنا بقى أروح الساحة أبعد عن مكاني ولا أروح المسجد بتاعي وصلي؟ والله هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الخلاء، صلاة العيد في الخلاء. بس وإحنا برضو علشان أيام الرسول كان كله خلاء، كانت الدنيا فاضية. كانت الدنيا كلها خلاء. مثلا ممكن تكون ضيقة زي في مدينة مثلا زي القاهرة مثلا، يكون بعض الأماكن أو الشوارع بتكون ضيقة جدا ما فيهاش مكان، فيجوز في هذه الحالة أنه يكون الصلاة في إيه؟ في مسجد. يجوز أيضا الصلاة في المسجد لبعض الأشخاص اللي هي يخاف عليها من الاغتيالات والحاجات دي، يجوز أيضا أن هي تكون بتصلي في مسجد وسط حراسات ووسط الأشياء دي. ما هو إحنا بنختار الساحات الواسعة علشان إحنا بنقول أن بتبقى عدد المصلين عدد بتبقى كبير، صح؟ ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو ما أنا لو كل واحد بقى هيروح يصلي في مسجده الأعداد الكبيرة دي هتتوزع، صح كده؟ صح. ما هو انا لذلك انا بقول لان انا مثلا بلاقي، احنا عارفين مثلا بتكلم عن اكتوبر، احنا العيد دايما بيصلوه المسجد المشهور الحصري، فهتلاقي مثلا حدائق اكتوبر بعيد جدا رايحين يصلوا، اكتوبر الجديده رايحين يصلوا في الحصري. طب ما احنا يعني المساجد عندنا، ما كل يعني كل منطقه فيها مسجد، وفيها المساجد ما شاء الله واسعه. هو الشاهد سواد الناس، كثره سواد الناس، ان هي تطلع وتكون الاعداد كبيره، فانت نفسك بتحسي بفرحه لما تخرجي من المصلى العيد وتلاقي اعداد كتير. انا صراحه بكره نفسي ان انا بروح اصلي لما بلاقي زحمه، ما اعرفش ليش الزحمه. طب احنا نعمل ايه؟ هو سواد، كثره سواد الناس هو الثابت في الخلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني امر بالخلاء علشان خاطر يظهر سواد الناس، فاليهود أو المشركين لما يشوفوا الأمر ده يعني يحصل لهم شيء من الخوف أو من الرهبة، فيحس إن لسه في قوة للمسلمين، حتى لو مرت مرحلة من مراحل الضعف للمسلمين، فلما يشوفهم الأعداد الكبيرة دي موجودة في صلاة العيد هيخافوا شوية. يعني مثلا نشوف الأقصى مثلا النهاردة، شوف الأعداد صممت إن هي تصلي في المسجد الأقصى، في ساحة المسجد الأقصى، فلما قفلوا كل المساجد وكل الناس راحت على المسجد الأقصى كانت الأعداد مهولة. فطبعا اليهود اللي هم الإسرائيليين ما قدروش إن هم يمنعوهم من الصلاة في المسجد اللي هو مسجدنا أصلا. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر الأقصى الأثير، وأن يحفظ جميع المسلمين في كل ربوع العالم، إنه ولي ذلك القدر عليه. قلنا بيبدأ بعد ذبح الأضحية، بيبدأ من بعد صلاة العيد مباشرة، وبعد ما ينتهي الإمام من الخطبة. طيب ينتهي إمتى بقى؟ في آخر أيام التشريق، يعني اللي هو ثالث يوم، رابع يوم. رابع يوم. نعم. يعني إحنا معانا الرابع يوم نسبح، رابع يوم العصر، يعني أنا ممكن قبل الغروب. يعني أنا ممكن أذبح رابع يوم، ممكن معايا لحد قبل الغروب رابع يوم، لكن ما ينفعش أذبح مثلا ليلة العيد. لا ما ينفعش، دي بتبقى يعني ممكن تعملها لنفسك او تبقى صدقه، تبقى صدقه عشان اوزع الفقراء. في ناس كتير تقول لك اذبح. نعم. ليله العيد عشان الحق بقى اوزع يعني الفقراء. انا بحيي الناس اللي هي بتسبح في يوم عرفه وبتوزع على الفقراء، لان فعلا بيبقوا هم في حاجه ان هم يعملوا
اكل الصبح ويبقى يحسوا بنفس الاحساس اللي هو عنده ذابح او كده. فانا بحيي بشده يعني، وخاصه ان حضرتك قلت لن ينال الله لحماه ولا شحماه ولكن يناله التقوى منكم. بالظبط، فهي العبره ان انا بتصدق على الفقراء والمساكين. نعم. سواء يوم العيد، قبل العيد، بعد العيد. نعم. فهي التقوى هنا وجدت اينما وجدت، فربنا سبحانه وتعالى هيجازينا بخير ان شاء الله. الله. تمام. التكبير بقى متى يبدا ومتى ينتهي؟ في تكبير مطلق وفي تكبير مقيد. بالنسبه لعيد الاضحى تكبير مطلق ومقيد. المطلق بيبدا من اول العشره من ذي الحجه. تكبير وتهليل. هو احنا ليه مش دايما يعني المساجد مش بتذيع التكبيرات في العشره من ذي الحجه؟ ما احنا قلنا مطلق يعني. طب وايه المشكله ما انا احس بالعيد؟ ليك حريه التصرف والله. يعني انا حتى امبارح ما سمعتوش. نبرة ما فيش. فلا احنا محتاجين الحاجات دي على فكره. يعني احنا بجد الشعب المصري اصلا عنده هموم ومشاكل وحزن كفايه جدا. نعم. فخلونا اي حاجه كده تفرحنا تبقى جميله. التكبير ده من الحاجات المفرحه اللي بتحسسنا بالعيد. نعم. المقيد بيبدا من غروب شمس يوم عرفه وينتهي مع رابع ايام العيد، مع غروب رابع ايام العيد اللي هو يوم 13 من ذي الحجه. ده التكبير. التكبير المقيد اللي احنا المفروض اللي هو بيبدا يوم عرفه اللي بيبقى ينتهي ربع يوم العيد. ربع يوم العيد الذبح يعتبر يعني. تمام. التكبير المقيد ده لازم اقوله بعد الصلاه ولا في اي وقت؟ ما انا عايز اعرف بعد في اي وقت. طب والمطلق؟ المطلق في كل الاوقات بقى. وانا ماشي في الشارع ما هو كده المقيد والمطلق في اي وقت. في اي وقت. لكن بعض العلماء طب قال لك ان هو مقيد. ليه انا سميته ليه خليته مقيد والمطلق؟ بعض العلماء قال لك ان هو مقيد يعني بعد الصلاه مباشره. مقيد بالصلاه. تمام. لكن المطلق ده بقى مع نفسي بقى في كل وقت. والمؤمن اللي هو بيتقي الله تبارك وتعالى في حياته دائم الاستغفار، دائم التسبيح، دائم التكبير والتهليل، هو ماشي وهو نايم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم أمين. طبعا احنا للأسف الشديد حلقتنا انتهت، فكان في حاجة عايز أقولها. من لم يستطع الوقوف بعرفة فليقف عند حدود الله الذي عرفه، ومن لم يستطع المبيت مزدلفة فليبت على طاعة الله ليقربه ويزلفه، ومن لم يقدر على ذبح هدية بمنى فليذبح هواه ليبلغ به المنى، ومن لم يستطع الوصول للبيت لأنه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب من حبل الوريد. طبعا أنا بشكر حضرتك فضيلة الشيخ محمد النجار من علماء الأزهر الشريف، وبشكركم مشاهدينا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وكل المصريين وكل الأمة العربية والإسلامية بخير وسعادة. ربنا يعود علينا جميعا الأيام بالخير والسعادة والصحة والعافية إن شاء الله. انتظروني بكرة في نفس الميعاد، وهذا عيدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.